هو مركز اسلام مصغر بس هو متنقل، نقدر نصل بيه بسهوله لكل العزب والنجوع والكفور المجاوره لمراكز دمى الثابته. زي ما حضرتك شفتوا معانا من قبل ان احنا عندنا مراكز دمى تقريبا بيبقى مصنع متكامل 5 ادوار في كل الورش. النهارده بناخد ورش مصغره للسيدات المستهدفه داخل القرى اللي هننزلها ان شاء الله. زي ما حضرتك شايفه الادوات بتاعتهم، المدربين بيقعدوا معاهم هنا في نفس المكان، في مكان اخر داخل الاتوبيس، في معرض داخلي، في تند بره الاتوبيس زي مظله. بنقدر نشتغل ايضا دورات توعيه وتدريب بجوار الاتوبيس. معانا مخزن كامل لكل الادوات والماتيريال اللي يشتغلوا بيها. بنشتغل على مكرميه، بنشتغل على الجلود، بنشتغل على خياطه، بنقدر ننوع كذا منتج بكذا مدرب في كل زياره بننزلها. بنستهدف ان شاء الله ان احنا نبدا بمركز دار السلام في الفيوم، ثم بننتقل للغربيه، ثم المنوفيه، ثم اسوان، وايضا البدرشين في محافظه الجيزه. فعندنا 5 محافظات مستهدفه، وان شاء الله طموحنا او حتى في الاستراتيجيه اللي كنا عرضها النهارده على معالي وزيره التضامن، ان احنا من 25 لعام 2025 لعام 2030 بنستهدف يكون عندنا 30 مركز استدامه ثابت، مباني كامله ومصانع وورش للحرف الادويه التراثيه والابداعيه، و30 اتوبيس بيتنقلوا حواليهم. الحمد لله النهارده قدرنا ننفذ الاتوبيس، وده من اول من نوعه كمؤسسه صناعه كده الحمد لله بنعمله. ودايما التحالف الوطني دايما بنتكلم في ان احنا لازم نهتم بالتمكين الاقتصادي ولازم نهتم بالبيئه الريفيه. بالنسبه لنا صناع الخير هم زراعه تنموي لينا على الارض، فهم اللي احنا بنشتغل معاهم جميع مشاريع التنميه بتاعتنا. احنا ابتدينا معاهم من حوالي سنه نحط تمويل داخل مراكز الاستدامه الثابته علشان نستهدف السيدات في القرى في موضوع احياء التراث الحرفيه والمشغولات اليدويه، عشان نقدر ان احنا نمكن الستات في القرى على ان هم يبقى عندهم استقلاليه ماليه يقدروا بيها ان هم يعولوا الاسر بتاعتهم. وركزنا فيها على 6 حرف مختلفه. لما جينا بصينا على التمويل اللي بيتحط في مراكز الاستدامه الثابته ونطاق انتشارها، لقينا ان احنا هنبقى متأيدين جدا لو احنا اعتمدنا على المراكز الثابته فقط، ومن هنا طلعت فكره المراكز المتنقله. احنا بالنسبه للمركز المتنقل الغرض منه ان احنا نوصل لاكبر عدد من السيدات في معظم محافظات الجمهوريه وخاصه في القرى. كتير من السيدات بيكون عندها ظرف ان هي ما تقدرش تروح للمركز او المحافظه عشان تتلقى تدريبات في المراكز الثابته، فاحنا قررنا ان احنا نوصل لها ونعرفها بالحرف اللي احنا بندرب عليها، ونقدر نوفر لها الماتيريال او الماده التدريبيه موجوده على الموبايل بتاعها من خلال منصه كرافتي. والحاجه الثانيه ان هو يكون معاها بوكس اسمه بوكس الحرف، بيكون فيه مجموعه من الخامات والادوات. لما بتخش على منصه كرافتي بتبص تلاقي ان المحتوى اللي موجود على المنصه والخامات اللي موجوده هناك هي نفس اللي في البوكس، فتقدر تتعلم الحرفه وهي في البيت. اتعلمت السجاد، بنقدر نشد الخيط على الكلون عشان وبدونا ورقه نطبقها عشان نقدر نعمل العقده في السجاد. بقدر ان انا مثلا اعمل مشروع لنفسي عشان ازود الدخل مثلا مع جوزي وكده، وعلى الاقل حتى استفدت وافيد غيره وغيري يفيد غيره. هو فكره حلوه وكويسه جدا، بيساعد الفرد على انه ينزل يشتغل فيها بدل ما يكون بعيد مكان بعيد عنه، هو لا يبقى المكان قريب ومكان تحت بيته عادي، ففكره كويسه جدا. بيوجهوني برضو وبرجع لهم في حاجات معينه، وبيديني ادوات استخدمها لو قلت لهم استعين بادوات عادي، ما بيقولوش مش اي حاجه عندنا المركز بيدينا، وبستخدمها وبرجع اديها لهم تاني، واقفين معانا برضو. موجودين النهارده تحت مظله التحالف الوطني، احنا كهيئه انجليه بنقدم لسيدات تدريب حول معاملات مع بعض الحصاد. هدف التدريب يكون بيقدم جزئين في الاساس، اول جزء خاص بالهيجين والنظافه الشخصيه، الحاجه الثانيه بنكون بنعلم السيده ازاي تكون بتقدم او بتعمل قيمه مضافه على المحصول عشان يتحول شكله من الشكل المحلي الطبيعي الى شكل فيه قيمه مضافه، فيه فرق اقتصادي بيعود على الاسره وعلى المراه الريفيه. عرفنا ايه مواصفات السوق الداخلي وايه مواصفات السوق الخارجي، وازاي الست تكون بتوظف في المحاصيل بتاعتها بان هي تدي لها قيمه مضافه، وكمان ايضا تزود من دخل الاسره من خلال مشاريع صغيره هي تكون بتعملها. هيتدرب على مجموعه من المحاصيل لمعاملات التداول ما بعد الحصاد والقيمه المضافه، على اساس ان احنا بنحسن من جوده المنتج الزراعي، بندربهم على الهاسب، بندربهم على ازاي يفرزوا المنتجات الزراعيه من الخضر والفاكهه ما بعد الحصاد،
ويقدموها بصورة آمنة. بشكر الهيئة القطبية الإنجليزية عن إن هي جابتني اتدربت واستفدت عن التعبئة والتغليف، وإن أنا إزاي أغلف الحاجة وأحط الحاجة النظيفة، إزاي إن أنا أصدر الحاجة، وإزاي إن أنا أشتري الحاجة الكويسة حتى لو كانت غالية شوية. جابونا النهاردة محطة تعبئة وتغليف، علمونا إزاي نغلف الخضروات والفاكهة، ونيجي على مدار الثلاث أيام بمجانا من غير أي فلوس، وعلمونا ازاي نفرز الخضار وازاي نغلفه وازاي نعمل حاجات ونستفاد منها كتير. انا جايه النهارده تبع الهيئه الانجليزيه القبطيه والتحالف الوطني ان انا احضر تدريبات على مدار 3 ايام عملي ونظري، وانا مبسوطه جدا، استفدت جدا كتير من مشروعات التمكين الاقتصادي، ان انا اقدر افتح مشروع واديره كويس. النهارده موجودين في حملة ايد واحدة اللي اطلق التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الاحمر وحياة كريمة لاستهداف 1.5 مليون اسرة، الاسرة الاولى بالرعاية. احنا دورنا كمؤسسات مجتمع مدني ان احنا يبقى في تكاتف ما بيننا وما بين بعض، ان احنا نقدر نوصل للمستحقين في كل الاماكن على مستوى الجمهورية اللي هي الاسر الاشد استحقاقا. استهدافنا الاسر اللي هي تحت خط الفقر، زي مثلا المرأة المعيلة، العجز والاعاقة، كبار السن، اللي هم اللي غير قادرين على العمل. اللي بنقدمه النهارده مواد غذائيه، كراسي مواد غذائيه ان هي تكفي الاسره. بنحاول ان احنا في ظل الازمه الاقتصاديه اللي احنا موجودين فيها ان احنا نبدا نادي الدور بتاعنا اللي المفروض ان احنا عاملينه كمؤسسه مجتمع مدني، ان احنا نشارك بدوت، لان ده الدور المفروض اللي هو اللي موجود علينا دلوقتي. يعني احنا النهارده قدرنا ننزل عشان نساعد اخواتنا الفقراء وازاي نوصل لهم الحاجه لحد البيت. طبعا ده كله بمساعده مجلس المدينه او وزاره التضامن الاجتماعي، وده كله ان شاء الله يعتبر عمل خدمي لينا لوجه الله سبحانه وتعالى. We'll be right back.